السلام عليكم. تعميم صادر عن البنك المركزي فرع صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيات الحوثي يقضي التعميم بحجز ومصادرة أموال وممتلكات أكثر من 1200 من الشخصيات والكيانات والمؤسسات الخيرية والشركات التجارية، خطوة جديدة تنضم إلى سابقاتها في نهب أموال اليمنيين دون مشروعية ولا قانونية، وكأنما أصبحت أموال وممتلكات اليمنيين فيدا وغنيمة بيد الحوثي. هذه الجماعة التي تؤطر خطابها بمصطلحات عدائية لكل مخالفيها كالدواعش والمنافقين والخونة وغيرها لتمنح نفسها حق القتل والنهب، ناهيكم عن وضع كل الناس في خانة واحدة دون التفريق بين عسكري ميداني وسياسي وناشط. يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء الذي قامت به حكومة الانقلابيين بالحجز التحفظي لحسابات بنكية اعتداء واضح على الحقوق الخاصة لمن وردت أسماؤهم، فماذا يمكن للشخصيات المستهدفة أن تقوم به؟ وقبل هذا، ما الذي بوسع حكومة الشرعية والمجتمع الدولي أن يتخذوه من إجراءات بخصوص ذلك، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات البنكية إزاء هذا التصعيد والتضييق؟ ما هي الآليات القانونية لمحاكمة ميليشيا الحوثي واسترداد الأموال المنهوبة؟ إذن هي أسئلة كثيرة سنحاول الإجابة عليها خلال هذه الحلقة التي سنبدأ نقاش فيها بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. فصل جديد من الحرب على اليمنيين ونهب أموالهم. سلطات الانقلاب بصنعاء تصدر تعميما للبنوك الواقعة في مناطق سيطرتها. التعميم يقضي بالتحفظ على أموال 1223 حسابا بنكيا لشخصيات مسؤولة في الحكومة الشرعية ونشطاء سياسيين وقيادات حزبية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الخيرية والقنوات الإعلامية والشركات التجارية. مطالبة البنوك الواقعة تحت سلطة الميليشيا بإجراء الحجز التحفظي على هذه الحسابات المبينة في القائمة جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائمها الممتدة. ردود فعل رسمية وشعبية تتوالى تجاه مصادرة الممتلكات على هذا النحو في ظل تعطل منظومة العدالة في البلد، في خطوة اعتبرها البعض مجرد جزء من سياسة الميليشيا في التعامل مع ممتلكات الناس باعتبارها فيدا قابلا للنهب. الخطوة من شأنها إغلاق باب العمل السياسي والتأكيد على أن اليمنيين محكومون بعصابة لا تجيد سوى النهب. البنك المركزي من جهته أصدر قراراً لمدراء عموم البنوك التجارية والإسلامية بإلغاء التعميم الصادر عن فرع صنعاء بل وعدم الاكتراث له، مؤكداً عدم جواز التعامل مع هذا التعميم لافتقاد الأسانيد والأسس القانونية. تحذيرات حقوقية من خطورة ما تقدم عليه جماعة الحوثي من حجز ومصادرة لأموال وممتلكات المواطنين اليمنيين باعتبارها جريمة إضافية ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيين. غير أن هناك من يذهب إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن ميليشيا الحوثي تمر بمرحلة من الانكسار الأخير نتيجة الهزائم الميدانية المتوالية، ويبقى غياب الصوت الدولي إزاء هذه الجرائم محل تساؤل كبير لدى اليمنيين أمام المجتمع الدولي. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم لنا من عدن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله دكتور. إذن كيف تابعتم هذا التعميم الذي أصدره الحوثيون بإيقاف حسابات أكثر من 1200 شخصية يمنية؟ قبل هذا التعميم جاءتنا تعميمان أو جاءنا تعميمان. التعميم الأول كان بالحجز على أموال 6 شركات كبرى. هذه 6 شركات من ضمنها يمن موبايل، من ضمنها شركة الطيران اليمنية، يطالبون بالحجز على 458 مليون ريال. وأيضا بعدها جاءنا تعميم آخر ب 36 شركة عامة وخاصة، والآن هذا هو ثالث تعميم يأتي ب 1223 شخصية. هذا التعميم نحن نعتمد بأنه لدينا بنك مركزي واحد، لدينا رئيس محافظ بنك مركزي واحد، لدينا نائب محافظ بنك مركزي واحد، لدينا مجلس إدارة بنك مركزي واحد، وهو البنك المركزي الموجود في عدن. ولكن نحن من سابق وحدة جمع المعلومات كانت هي الوحدة مركزية موجودة في صنعاء ولا تزال تمارس عملها
من صنعاء وهي المعتمدة على المستوى الدولي وهي كذلك المعتمدة على المستوى المحلي. طيب هذا يدفع للتساؤل، لماذا بقيت هذه الوحدة إلى الآن في صنعاء؟ هل من معلومات لديكم حول ذلك؟ سؤالكم أو تساؤلكم نحن وضعناه في عدة لقاءات وحتى في لقاءات مع في برلين، عندما تم اللقاء في برلين مع رئيس محافظ البنك المركزي ونائب محافظ البنك المركزي، وقلنا لهم بأنه بقاء كثير من الدوائر، منها الرغبة على البنوك، منها المقاصة، منها أيضا كثير بنك، يعني وظيفة بنك البنوك ووظائف أخرى ووظيفة الدائن الأخير، وأيضا منها وحدة جمع المعلومات وهي وحدة مهمة لا يزال العالم يتعامل معها. يعني بالنسبة لليمن لا يزال كل بنوك العالم وبما فيها الخزانة الأمريكية تتعامل مع المعلومات التي تحصل عليها من قبل وحدة جمع المعلومات برئاسة وديع محمد السادة. طيب هذه الوحدات التي يتعامل معها العالم، هل كانت صعوبة الانتقال بحسب يعني ما هو موجود لديكم، هل هي صعوبات لوجستية أم أن هناك ضغوطا دولية يعني تفرض بقائها في صنعاء؟ أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال باعتبار أنه هذا السؤال نفسه هو كان مثار استفسار لنا، وقلنا لهم أنه يجب أن يتم نقل هذه الوحدة لأنها وحدة هامة عبرها يتم الاستعلام عن أي معلومة عن أي شركة في أي من أي بنك من بنوك العالم، وأيضا من خلالها يتم الحصول على المعلومات الخاصة بغسيل الأموال، المعلومات الخاصة بتمويل الإرهاب. يعني هذه الوحدة وحدة هامة ويفترض أو مهمة جدا، ويفترض أن تكون لا تستخدم استخدام سياسي. الآن الحوثي يستخدمها استخدام سياسي، وعدم التعامل معها بشكل جاد سوف يكون له أضرار خاصة على المستوى الدولي، لأنه في المجتمع الدولي لا يتابعون أخبار أولا بأول ولا يتابعون كل صغيرة وكبيرة بما يجري في اليمن، وبالتالي هم يستلمون المعلومات من وحدة معترف بها هي وحدة جمع المعلومات. هذه الوحدة برئاسة وديع محمد السادة يعني لا يزال معترف به ولا يزال لم يغير حتى الآن، ولا ندري وما هو السبب ولا ندري لماذا يتم الإبقاء على كثير من الوحدات وعلى كثير من الأقسام وعلى كثير من وظائف البنك المركزي في صنعاء. طيب يعني في مقابل هذه الخطوات التي قام بها الحوثيون وهذا الحجز التحفظ الذي قاموا به، كان هناك ردة فعل من البنك المركزي في عدن، هناك تعميم بعدم الاكتراث بتعميم وحدة المعلومات هذه، هل هذا الرد كافي برأيك؟ هذا الرد يمكن أن يكون له أهمية بالنسبة لنا نحن في البنك الأهلي اليمني الذي عمليا لا نخضع لسلطة الحوثيين، ولكن بالنسبة لبقية البنوك وعددها 15 بنك وكلها مراكزها في صنعاء، فإن هذا التعميم لا يساوي شيء ولا يعني شيء، لأنه هم الآن خاضعين لسلطة سلطة قهرية، سلطة دكتاتورية، هي الآن منعت كل شيء، تتعامل بطريقة العنف، اغتصبت السلطة، وبالتالي لا يستطيعون أن يخالفون أوامرها. وأود أن أقول أن معظم رؤساء البنوك، رؤساء مجالس البنوك 15 الموجودة مراكزها الرئيسية في صنعاء، هم موجودين خارج البلد باستثناء تقريبا كاك بنك وغيره، وكذلك حتى المدراء العموم، ولكن البنوك لا تستطيع أن تعمل شيء لأنها خاضعة لسلطة قهرية. ويفترض يعني كان يفترض ويفترض الآن أن يتم نقل كافة المهام وكافة الـ ما يخص البنك المركزي إلى عدن،
ولأنه ليست فقط موضوع المعلومات وتوزيعها على مستوى العالم والتعامل معها على أساس إنها معلومات غسيل أموال أو معلومات تمويل إرهاب، بل إنه هناك إنه لا يزال بقاء بعض الوظائف في البنك المركزي في صنعاء يسمح لحكومة الانقلاب بأن تقوم بإصدار شيكات بدون رصيد، وبالتالي تلعب وتؤثر على سعر العملة وترفع من سعر العملة وتعمل دربكات كبيرة وتستطيع تمويل أيضا مجهودها الحربي. طيب قبل أن ندخل إلى هذه النقطة دكتور محمد، وما يعني ما يزال باستطاعة ميليشيات الحوثي القيام به من إجراءات، نحن نتحدث عن الآن عن هذا التعميم، يعني الآن البنك المركزي في عدن، أليست لديه السلطة باعتباره البنك المركزي المعترف به والشرعي إن صح التعبير، أليست لديه السلطة بوقف هذه الأعمال حتى وإن كانت البنوك يعني تتمركز في مناطق خاضعة لسيطرة الانقلابيين؟ البنك المركزي الآن ليس لديه سوى محافظ واحد، وكل البنوك تعترف بأنه منصر القعيطي هو محافظ البنك المركزي، وأيضا كل البنوك تعترف بأنه نائب محافظ البنك المركزي هو عباس الباشا وهو الموجود في عدن، وأيضا مجلس الإدارة. لكن سلطة القهر الموجودة في صنعاء لا تتعامل بهذا الشكل، وهي تستخدم الوسائل العنف لإخضاع وإجبار البنوك على تمويل مجهودها الحربي، وأعطيت لها السلطة نتيجة بقاء عدد من مهام البنك المركزي. أهم قضية بالنسبة للبنك المركزي، البنك المركزي يجب هو بنك البنوك، وهذه الوظيفة لا تزال في صنعاء بالكامل، لا تزال وظيفة بنك يعني البنوك لا يملك في صنعاء سلطة على حساباتها سواء داخليا أو خارجيا دكتور؟ وبالتالي نعم، صنعاء لا يزال فرع صنعاء هو المتحكم، ولا نزال حتى نحن في البنك الأهلي اليمني الموجودين في عدن نرسل البيانات الإحصائية إلى البنك المركزي في صنعاء، لأنه لا يوجد هنا يعني قسم إحصاء، ونرسل أيضا نستلم منهم التعاميم ونستلم منهم يوميا من وحدة جمع المعلومات الاستعلامات ونرد عليها هنا، ونحن هنا موجودين في عدن ولا نخضع سلطتهم، ولكن لعدم وجود بديل وحتى لا يتم تعطيل العمل المصرفي في اليمن، وأيضا نتيجة لتوجيهات البنك المركزي في عدن بأن نستمر في إرسال الإحصائيات وأن نستمر في الرد على الاستعلامات إلى صنعاء، نحن ننفذ هذه المعلومات ونحن في عدن، فما بالك بالبنوك الموجودة في صنعاء والتي لا تزال خاضعة للميليشيا الحوثي الاستبدادية التي تعرفون كيف تتعامل مع البشر ومع البنوك. طيب هذه النقطة الخطيرة دكتور محمد، دعني أنقلها إلى السكرتير رئيس الوزراء الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض أستاذ غمدان الشريف. أهلا بك أستاذ غمدان، يعني سمعت ما تفضل به الدكتور محمد، يبدو أن البنك المركزي في عدن ليست لديه القدرة على أو ليست لديه الصلاحيات إلى الآن على فعل أي شيء أمام هذه التعميمات التي يقوم بها الحوثيون. ما الذي فعله البنك المركزي إذن طول هذه الفترة في عدن؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى جميع المشاهدين أخي العزيز. البنك المركزي أصدر يومنا هذا توجيها وتعميما إلى جميع البنوك في الجمهورية اليمنية في بلادنا بإلغاء هذا الإجراء التعسفي وإلا قانوني الذي ليس له أي أثر قانوني. البنك المركزي اليمني يعمل الكثير، هو اليوم الذي يصرف مرتبات موظفي الدولة، هو اليوم المعترف دوليا به، وأي إجراء قانوني يتم عن طريق البنك المركزي عدن. أما الإجراءات الأخرى فهي إجراءات غير قانونية ليس لها أي أثر قانوني، وسيتم محاسبة من عمل بغير هذه الإجراءات. أعتقد أن توجيه البنك المركزي اليوم في عدن
قد أخلى المسؤولية تماما أو أوضح الطرق. يعني هو وصف من قبل كثيرين أنه قام برمي المسؤولية على البنوك، لكن يقول الدكتور محمد الآن أن البنوك هذه أرصدتها وحساباتها لا زالت لدى يعني متمركزة في الوحدات التي لا زالت في صنعاء، إذن ليس هناك قدرة لدى هذه البنوك على تجاوز الأوامر التي تأتيهم من الوحدات التي لا زالت متبقية في صنعاء. ما العمل لديها إذن؟ هي الميليشيات الحوثية مارست انتهاكات خلال بعد عام 2014 في حق المواطنين وفي حق البنوك والشركات التجارية، قامت بنهب أموال كثيرة. هي اليوم من خلال هذه العملية تريد أن تبرر لسرقة هذه الأموال أو تريد أن تكسب لها صيغة قانونية. بخصوص البنوك التجارية تعتبر سلبة الأموال تتحملها المسؤولية هي الميليشيات الإنقلابية وتتحاسب على جرائمها. البنوك التجارية يجب عليها الانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهناك طرق وهناك مساعي للبنك المركزي إلى استقطابها أن تكون مركزها الأساسي في عدن، وهناك جهود كبيرة يبذلها البنك المركزي في إطار هذه في إطار هذا الحل. طيب تفضل بالبقاء معي أستاذ غمدان، سأنقل هذه النقطة إلى الدكتور محمد. دكتور محمد، سمعت أنت ما تفضل به الأستاذ غمدان الشريف، هل يكفي هذا التعميم ليتجاوز البنك المركزي ومحافظه المسؤولية تجاه هذا القرار من قبل وحدة المعلومات في صنعاء؟ هذا البيان لا يكفي مطلقا، لأن هذا البيان هو مرسل إلى البنوك المحلية وكذلك مرسل يعني داخلي، هو داخلي، ولكن وحدة جمع المعلومات تتعامل مع العالم الخارجي وهي الوسيط بين البنوك وبين 700 بنك وكذلك الخزانة الأمريكية وكذلك كل المؤسسات الدولية المهتمة بغسيل الأموال وكل المؤسسات الدولية المهتمة بتمويل الإرهاب. هذه الوحدة، وحدة جمع المعلومات، هي الوسيط بين كل البنوك والصرافين وكذلك مؤسسات أخرى، عبرها تتم رفع المعلومات أو الحصول على الاستعلامات عن أي جهة كانت في الداخل أو نحن إذا أردنا أن نستعلم عن جهة في العالم الخارجي أو عن مستثمر في العالم الخارجي أو عن شركة في العالم الخارجي. البيان الذي أصدره محافظ البنك المركزي سيكون بيان داخلي، ولكن وحدة جمع المعلومات لا أعتقد أنها سوف تقوم بتعميمه على الدول وعلى الخزانة الأمريكية وعلى البنوك الخارجية وعلى المهتمين بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب، وبالتالي فإن هذا التعميم سيكون تأثيره تأثير محلي. لكن ولهذا فإنني أرى على الحكومة أن تتعامل مع الموضوع بشكل جاد. صحيح أن العالم كله معترف بالسلطة الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ولكن المعلومات لا تصل إلى كل البنوك وإلى كل المؤسسات المهتمة بغسيل الأموال، وبالتالي سوف يواجه الأشخاص المعممة أسمائهم والمؤسسات المعممة أسمائهم مشاكل وصعوبات قد تتطلب بعد ذلك وقت طويل لتجاوزها. نعم. بل أنه قد تواجه الحكومة نفسها صعوبات من البنوك في السعودية، من البنوك في مجلس التعاون الخليجي، من طيب. البنوك المختلفة. دعني أنقل هذه النقطة، تأخذ المعلومات من وحدة جمع المعلومات. طيب دعني أنقل هذه النقطة يا أستاذ غمدان الشريف. أستاذ غمدان، سمعت ما تفضل به الدكتور محمد، يعني منذ سبتمبر 2016 والبنك وقرار نقل البنك المركزي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإلى الآن هناك وحدات تابعة لهذا البنك موجودة في صنعاء، ويبدو أنها هي من تخاطب العالم ولا يخاطبها البنك المركزي المتواجد في عدن. ما هذا البطء في عملية نقل البنك المركزي؟ ما الذي تنتظره الحكومة لنقل جميع لتنفيذ هذا القرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي ونقل جميع وحدات البنك إلى عدن؟ ما العائق؟ أحب أوضح أخي العزيز نقطة هامة في هذا الإطار
دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وبعد تعيينه وبعد الدراسات التي أجريت قبل نقل عمليات البنك المركزي، أصدرت الحكومة تعميما وخاطبت البنوك الدولية والبنك الدولي وجميعها بعدم التعامل مع الميليشيات الإنقلابية وتنفي كاف الاحتياط النقدي، وكان ويومها كانت هناك 400 مليون دولار هي المتبقية من 5.2 مليار دولار التي استلمتها الميليشيات الإنقلابية، وتم إيقافها بالفعل، والبنك الفيدرالي الأمريكي وكذلك بنوك دولية أخرى تعترف بالحكومة الشرعية والبنك الدولي. لذلك أقول لك إن وحدة المعلومات التي في صنعاء اليوم هي وحدة معلومات تابعة للميليشيات الإنقلابية، لا تستقبل الدول المعنية أي خطابات لديها. التعميم اليوم هو صدر للبنوك الداخلية وليس الخارجية، لأن هذا الأمر قضي منه مسبقا. الدكتور يقول أنه ليست هناك وحدة معلومات في عدن أستاذ غمدان. أخي العزيز، البنك المركزي ولد من الصفر، وهناك بداية لهذا البنك. البنك تم تفعيل سوفت فيه، كذلك هناك خطوات ليس فيها، هل هناك وحدة أو لا؟ يمكن يوجه السؤال لإدارة البنك المركزي، ولكن أؤكد لك أن هناك فاعلية كبيرة في البنك المركزي. البنك المركزي اليمني اليوم يستقبل ويرسل جميع الحوالات إلى جميع. طيب في هذا السياق أستاذ غمدان، هو اعتراف دولي هذا البنك، لذلك وحدة المعلومات التي بصنعاء هي وحدة معلومات تابعة للميليشيات الإنقلابية، لا يمكن أن تستقبل البنوك الخارجية أي معلومات منها، وهذا قضي منه الأمر. في هذا السياق أستاذ غمدان، لماذا يعني لا يتحرك يعني سواء النائب العام أو حتى وزير العقد بعقد مؤتمر صحفي يعني مطالبة الميليشيا بعدم استخدام القضاء للأغراض لأغراضها هي؟ أخي العزيز، هناك بيان سيصدر من الحكومة اليمنية حول ذلك، وهناك خطاب إلى الأمم المتحدة توضح فيها الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الإنقلابية. الحكومة تدرس كل الخيارات لمنع هذه التجاوزات وهذه الانتهاكات ووقفها دورا، لأنها بلغت حدها، والتي تمس الأملاك والممتلكات الخاصة وكذلك تعبث بالمؤسسات العامة للدولة ومنها الأراضي. لذلك يجب على المجتمع الدولي أولا أن يوقف هذه الميليشيات الإنقلابية. أما نحن في الحكومة الشرعية نخوض حرب مصيرية للشعب اليمني وشعبه الوطني، نحن نقاتل هذه الميليشيات، وإن شاء الله سوف ننتصر على هذه الميليشيات وسوف نستعيد كل الحقوق لجميع المواطنين اليمنيين. غمدان الشريف سكرتير رئيس الوزراء من الرياض كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك دكتور محمد، إذا سمعت ما تفضل به الأستاذ غمدان، برأيك هذه التحركات الحكومية، تحرك البنك المركزي ومحافظة، هل سيكفي لمواجهة هذه الخطوات التي تقوم بها الميليشيات باستمرار؟ أكرر مرة ثانية بأن وحدة جمع المعلومات التي على رأسها وديع محمد السادة لا تزال هي وحدة المعلومات الرسمية التي يتعامل معها العالم كله، والتابعة للبنك المركزي اليمني الذي محافظه هو منصر القعيطي، وهذه الوحدة نحن نتعامل معها يوميا إلى يومنا هذا، نستلم منها الاستعلامات ونرد على هذه الاستعلامات بالحقائق دون أي تحفظ، لأننا نريد أن نحافظ على سمعة البنك الأهلي، فما بالك البنوك الأخرى، لأن عدم التعامل أو عدم الامتثال للتعليمات الدولية، هناك اتفاقات دولية وقوانين دولية واتفاقات مالية دولية على التعامل أو على الشفافية في جانب المالي وعلى الإفصاح عن المعلومات، فإنه ليس من حق أي بنك أن يقوم بإخفاء أي معلومات تطلب منه، التي تتم هذا الطلب هو أو هذا الاستعلام عبر وحدة جمع المعلومات الذي يرأسها وديع محمد السادة، وهذه الوحدة هي الوحدة الوحيدة الموجودة في اليمن التي يتم عبرها التعامل أو يتم عبرها يعني جمع
المعلومات والامتثال للوائح والأنظمة الدولية، ومن يخالف الإفصاح أو يخفي المعلومات يواجه صعوبات مالية مع العالم لكن الخارجي. لكن هذا ينسف كل ما قاله تقريبا الأستاذ غمدان، يعني الأستاذ غمدان الشريف كان يتحدث على أن الأستاذ غمدان يتحدث معلومات غير دقيقة، أقولها بكل وضوح بكل أسف. نحن أكدنا عدة مرات بأن هناك معلومات، وبلغنا الجهات الرسمية بأن هناك استعلامات تأتي، استعلامات كيدية ضد بعض التجار في الجنوب وبعض التجار في الشمال وبعض الجهات السياسية وبعض الجهات الخيرية. هذه الاستعلامات هي كيدية واضحة، ونحن نعرف بأنها كيدية واضحة، ولكننا من الصعوبة أن نرفض الرد على هذه الاستعلامات، لأن المجتمع الدولي يعتبر ذلك عدم امتثال من قبل أي بنك لا يرد، وبالتالي عدم امتثال هذا البنك سوف يؤدي إلى صعوبات في العلاقات الخارجية للبنك مع الشركات ومع البنوك الأخرى، بنوك المراسلة. نحن في البنك الأهلي لدينا 47 مراسل في 47 دولة، وبالتالي عدم الإفصاح عن المعلومات وعدم إعطاء المعلومات التي تأتي عبر وحدة جمع المعلومات في صنعاء التي يرأسها وديع محمد السادة، هذه سوف تجعل هناك مشكلة أمام أي بنك لا يرد على هذه المعلومات. وبالتالي نقول على البنك المركزي وعلى الحكومة أن تتعامل بجدية مع مثل هذه التصرفات، لأنه العالم لا يتابع القنوات الفضائية اليمنية ولا يتابع كل المعلومات اللي في اليمن، وبالتالي يصل إليه معلومات أو استعلامات عن الدكتور أحمد عبيد بن دغر أو عن وزارة الوزارات أو عن شركة سبافون، فهو يتعامل معها بشكل رسمي، وبالتالي يضع هناك صعوبات أمامها عند التحويل. نعم عند دكتور. شراء المنتجات، عندما نقوم بشراء مثلا منتجات أو مشتقات نفطية، عدد من التجار يواجه صعوبات في التحويل. نعم دكتور. بل ترفض بعض التحويلات، والسبب هي استعلامات تم إرسالها من وحدة جمع المعلومات في صنعاء. دكتور، يعني إذا إزاء كل ذلك، يعني هل ترى أن هناك حاجة لاستخدام الورقة القانون والقضاء لإبطال هذه الأفعال؟ ما الذي لدى الحكومة الشرعية من قدرة لمواجهة هذه الإجراءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي؟ لدى الحكومة كثير من الإجراءات. أول إجراء هو نقل وحدة جمع المعلومات من البنك المركزي في صنعاء، بعد أن اتضح جليا الآن للقاصي والداني بأنها تستخدم هذه الوحدة أو جمع المعلومات تستخدم استخدام سياسي. الحوثي بإصداره أو بتمريره هذه القائمة عبر وحدة جمع المعلومات يريد أن يرسل رسالة إلى المجتمع الدولي وإلى الخزانة الأمريكية، يقول لهم أنا سوف أعطيكم المعلومات عن شركات حزب الإصلاح وعن مقراته وعن جمعياته الخيرية، عن قادة المقاومة الجنوبية، عن يعني هذه رسالة يحاول الحوثي أن يستخدمها لاستعطاف المجتمع الدولي، وبالذات أنه مفيد لهم في إعطائهم معلومات قد لا يحصلون عليها يعني من جهات أخرى. هنا خطورة هذه العملية. طبعا هذا بالإضافة إلى أن الحوثي يريد أن يجمع أموال، لأنه الآن تم يعني انخفاض إيراداته، وبالتالي المجهود الحربي انخفض المال اللازم. كذلك يريد تشويه العناصر والأسماء. هو لو تلاحظون الآن أنه سياسيين، يعني دكتور. هذا الكشف 1223 يحتوي على سياسيين ويحتوي على كل مقرات وتوابع حزب الإصلاح، ويحتوي على قادة عسكريين. نعم في الجيش الوطني وقادة المقاومة الجنوبية. أنا مضطر دكتور. وقادة المقاومة التهامية. أنا مضطر دكتور إلى إنهاء هذه المداخلة الآن. دكتور محمد حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير بعده ونستأنف الحوار في حلقة اليوم. تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أرحب أيضا بمن ينضم إلينا الآن عبر سكايب من فيينا، الأستاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سامن الحقوق والحريات. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا بك أخي الكريم، حياكم الله. إذن أستاذ توفيق، أنتم كنتم كمنظمة أول من علق على قرار الحوثيين، كمنظمة حقوقية، على قرار الحوثيين بحجز حسابات لمواطنين، كيف تابعتم عموما هذه الخطوة؟ حقيقة نحن تابعنا هذه الخطوة بقلق بالغ، كون أن الانتهاكات اليوم تطال المواطنين في أرزاقهم وفي ممتلكاتهم المقدسة التي قدستها الشرائع الإسلامية والمواثيق الدولية، وكافة الدساتير على مستوى العالم اعتبرت أن الملكية الخاصة حقا مقدسا لا يجوز المساس به مطلقا والتحفظ عليه إلا بموجب حكم قضائي أو رضائي بين الطرفين وبموجب إجراءات معينة يجب اتباعها للتحفظ عليها، إضافة إلى أن القوانين الخاصة بالبنوك وبالعملية الاقتصادية بشكل عام أحاطت مثل هذه الإجراء المعلومات بنوع من السرية الشديدة، بحيث يظل الحركة الاقتصادية في مأمن وتمتاز بكثير من الثقة والطمأنينة لدى الناس. إشكالية القرار بالإضافة إلى أنها مثلت انتهاكا لحق الإنسان في ملكيته وفي عقاراته، أيضا مثلت في حد ذاته فصل جديد من فصول الصراع الدائر اليوم في اليمن، والذي انتقل من الانتهاكات المتعلقة بحق الحياة وحق الحرية إلى ذلك إلى المس الاقتصادي الذي لن يمس الإنسان بمفرده، لأنه للجميع نعلم أن المساس بمثل هكذا حسابات سيمس أسرة هذا الشخص الحاضرة وربما المستقبلة ورثته إلى غير ذلك. وبالتالي نحن اعتبرنا بكل وضوح أن هذه القائمة الطويلة التي وصل عددها إلى 1200 تقريبا 30 اسما مثلت نوع من الاستباحة المخيفة والمفزعة لكل اليمنيين، وذكرتنا بنهج عام 1948 عندما استباحت القبائل صنعاء ضد الثورة الدستورية لاستعادة الملكية للإمام أحمد في ذلك الوقت. وبالتالي هذه الانتهاكات يجب أن تتداعى الحكومة بالدرجة الأساسية، إضافة إلى المجتمع الدولي بأكمله، إضافة إلى لوقف مثل هذه الإجراءات مثل هذه العملية برغم إيماننا بعدم مشروعيتها، لكنها في حقيقة الأمر ستؤثر بدرجة أو بأخرى، لأنها ستنتقل ونحن على ثقة من ذلك بأنها ستنتقل من قضية الحجز التحفظي على الحسابات البنكية، والكثير منهم إعلاميين وسياسيين وعسكريين ربما ليس لديهم حسابات بنكية حقيقية، لكننا نعتقد أو نخشى أن تتحول إلى مقدمة للحجز على كافة الممتلكات بما فيها البيوت الخاصة، بما فيها العقارات، بما فيها المحلات، بما فيها المنقولة وغير المنقولة. وبالتالي سيرة جماعة الحوثي في التعامل مع ممتلكات المواطنين خلال حروبها الستة مع الحكومة أو بعدها أو بعد سقوط العاصمة صنعاء يبعث على كثير من القلق. هنالك أكثر من تستطيع أن تقول 1000 منزل لمعارضين لهذه الجماعة سواء كانوا سياسيين أو أكاديميين تم تفجيرها بدون الرجوع إلى القضاء، مع أننا اليوم نشكك في قضية وجود قضاء عادل ونزيه وقادر على إصدار طيب هذا الاستخدام للقضاء. أستاذ توفيق، يعني الحوثيون يستخدمونه في حجز هذه الحسابات، يبدو أنهم أيضا في المقابل الجهاز القضائي لا يزال يعمل في صنعاء والقضاء يستلمون رواتبهم من عدن، التحرك الحكومي إزاء ذلك هل هو كافي برأيك؟ لا، الإشكالية أيضا أن هنالك إشكالية كبرى واضحة، أن الجهة التي قامت بحصر هذه الأسماء ورفعها هي جهة فرعية تتبع جهاز أو ما يسمى المجلس السياسي لجماعة الحوثي في صنعاء، وبالتالي حتى من الناحية الشكلية لا توجد هيئة مستقلة يمكن أن يطمئن لها الناس في بعض الأحيان، وبالتالي هي واضح أن هنالك تصنيف سياسي واضح وعملية انتقام سلكت هذه المرة المسلك الاقتصادي، لأننا واضح من خلال التمعن في هذا القرار بأنه
سبب هذا الإجراء لوجود الخونة والعملاء مع العدوان والمنافقين، وبالتالي هو توصيف سياسي لهذه الجماعة ضد كل من يعارضهم، وبالتالي جعل يعني وصل إلى هذه النتيجة. أما قضية القضاء فالأمر واضح أخي الكريم، أنه اليوم لا يوجد القضاء بشكل عام على مستوى المنظومة في الوطن العربي فيه شك كبير، فما بالك اليوم القضاء داخل عاصمة صنعاء، القضاء مختطف وهو أمر واضح، هنالك أحكام قضائية صدرت في جلسة أو في جلستين وصلت إلى حد الإعدام، هنالك محاكمات تتم لقائمة 36، ونحن رصدنا انتهاكات بالجملة فيما يتعلق بحق المحاكمة العادلة، هنالك تعديل وتغيير وتعيين للنائب العام من قبل الجهة التنفيذية اليوم كسلطة أمر واقعة في صنعاء، يعني قائمة في صنعاء، وبالتالي لا توجد أدنى معايير الاستقلالية لهذه السلطة القضائية التي يمكن أن يطمئن إليها الناس، وبالتالي هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز. القضاء اليوم لا 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 ليس له يعني لا تستطيع ليس له اي اراده، ليس له هامش ليتحرك فيها، وبالتالي هذا القرار هو قرار سياسي، على السلطه الشرعيه ان تكون واضحه في التحرك على المستوى الدولي على المستوى الاقليمي. يعني ما تحركت به الى الان السلطه الشرعيه استاذ توفيق هو تعميم كما يبدو للبنك المركزي في عدن، الذي يعني محافظ البنك المركزي منصر القعيطي اصدر تعميما بعدم الاكتراث بما ورد من وحده المعلومات، هل هو كافي برأيك لمواجهة كل هذه التصرفات؟ أعتقد اليوم أن الحكومة اليوم مطالبة بتوضيح أكثر للعالم، اليوم الاقتصاد اليمني أصبح مهددا، بمعنى اليوم الاقتصاد برغم الحالة الرثة الذي يعيشه الاقتصاد اليمني والذي أصبح لا يوجد اقتصاد حقيقي وإنما يوجد هامش نستطيع أن نقول أن الناس يعتاشون عليه هنا وهناك، هذا القرار جاء ليضربوه في مقتل، وبالتالي اليوم هذا القرار سيجعل الحكومة اليمنية في أدنى درجات الفشل على المستوى الاقتصادي. أنا لا أخفيك، أنا لا أستطيع أن أتحدث بتعمق أو بوضوح أو بشمولية ما هي الإجراءات الاقتصادية والتحركات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة، لأنه هذا من اختصاص الاقتصاديين يعني والخبراء الاقتصاديين قادرين أن يتحدثوا في هذا الجانب، لكن أنا أقول أن هنالك خلل واضح اليوم في هذه في القرارات الصادرة من جماعة الحوثي ويشكل انتهاك لحقوق الإنسان. طيب يعني من ناحية قانونية ما هي الإجراءات التي يمكن لمن ورد أسماءهم بداخل هذه الإجراءات التي قام بها الحوثيون أن يعملوا في مواجهة لمحاولة الحفاظ على ما يمتلكونه ومواجهة هذه التصرفات؟ لا، هو الإجراء الطبيعي في مثل هذه الأمور أن يتم الطعن أمام القضاء في هذه الإجراءات، لكن نحن هذا الإجراء فيه اليوم شبه استحالة، بمعنى أن الأشخاص الذي وردت أسماءهم المئة وال الألف والمئتين وثلاثة وعشرين أستاذ توفيق، إذا هناك مشكلة في هم مشرفين بحيث أن اليوم فكيف يمكن اليوم أن يعودوا ليتحدثوا بصورة كبيرة أو ليطعنوا أمام هذه الإجراءات أمام القضاء لرفع الظلم الذي حل به؟ طيب إذن شكرك أستاذ توفيق الحميدي مسؤول رصد بمنظمة سام لحقوق الحريات، كنت معنا على سكايب من فيينا، أشكرك على تواجدك. إذن مشاهدينا ينضم إلينا الآن من القاهرة الخبير المصرفي أستاذ عمار الحمادي، أهلا بك أستاذ عمار. أهلا وسهلا بك أخي العزيز وجي. لعلك تابعت إذن ما قامت به ميليشيات الحوثي من قرار بهذا الحجز التحفظي، ما هي النقاط الهامة في التعليق عليه من ناحية مجال خبرتكم؟ طبعا أخي العزيز، هو بالنسبة للقرار ما اتخذه الحوثيون من قرار، هو قرار خطير على عدة أصعدة، لعل أهمها ما من الممكن أن يضر بها على النظام المصرفي. النظام المصرفي في أساسه بيعتمد على مبدأ الثقة في المؤسسات المالية والمصرفية، ويعتمد في تفعيل النظام المصرفي على أموال المودعين والتي تتجاوز 95% أو 90% من إجمالي موجودات هذه المؤسسات، بمعنى أن رأس مال البنوك لا تتجاوز 10%، أحيانا تكون أقل من هذا بكثير. فالمصارف هي بتعتمد بدرجة أساسية على الثقة وعلى أموال المودعين. هل حيثق المودعين في نظام مصرفي خاضع لسلطة
سياسية انتقامية، يعني أصبح الموضوع يتجاوز أن يكون الموضوع قضائيا، الموضوع فقط استهداف سياسي. طيب. هذا يضر بالقطاع المصرفي ويعزز الإشكاليات. هناك إشكالية أخرى في يعني الزج بوحدة، بأهمية وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك المصرفي، الزج فيها في الأمور السياسية وفي المماحكات السياسية. لليمن جهود على مدى سنوات مضت طويلة في محاولة التعاون مع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي في مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، عملت مع مجموعة العمل المالي الفاتف ضمن جهود حثيثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان أحد المتطلبات لتحقيق التوصية الأربعين لمجموعة العمل المالي الفاتف إيجاد وحدة تعمل باستقلالية بمهنية عالية، ويعني تكون خاضعة أو بإشراف البنك المركزي، وتعمل مع منظمات دولية في التعاطي مع هذه القضايا. الآن أصبحت وحدة يعني بحجم وحدة جمع المعلومات تخضع لقرار سياسي ومماحكات سياسية، هذا بحد ذاته مؤشر خطير جدا، وخصوصا الآن اليمن بيعاني من تصنيف سيء جدا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب الأوضاع الاقتصادية، وباعتباره وفق آخر تصنيف لمجموعة العمل المالي بأنه اليمن بلد غير متعاون. طيب بحسب علمك أستاذ عمار، الآن هل هناك وحدة الوحدة جمع معلومات بخلاف تلك الموجودة في العاصمة صنعاء؟ للأسف أخي العزيز، من بعد قرار نقل البنك المركزي قبل أكثر من عام، حتى الآن البناء المؤسسي للبنك المركزي لم يكتمل في عدن. كان القرار باعتقادي كان قرارا مستعجلا ولم يكن مدروسا بتأني. حتى الآن مضى أكثر من عام ونصف، وأغلب المهام التي يفترض أن يقوم بها البنك المركزي لا زالت في أهم الوظائف، لا زالت في صنعاء. يعني الكثير من الوظائف لا تنفذ في عدن، ومنها يعني دور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قطاع الرقابة على البنوك ليس من القطاعات الفعالة، قطاع الخزينة، هنالك الكثير من وظائف البنك المركزي غير قادر على تنفيذها من عدن. كان تحدث الأخ غمدان الشريف نعم في أن هنالك أن البنك المركزي بيقوم بمهامه وبصرف الرواتب وغيرها. ليست مهام البنك المركزي أن يعمل كخزينة لتسليم الرواتب، مهام البنك المركزي أكثر حساسية وأكثر أهمية من أن يقوم يعني بهذا العمل اليسير من مهامه. مفهوم. أشكرك إذن أستاذ عمار الحمادي الخبير المصرفي، كنت معنا عبر الهاتف. وبهذا أيضا مشاهدينا الكرام أصل إلى ختام هذه الحلقة. في ختامي أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا، وأشكركم على حسن المتابعة والإنصات. أيضا تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية الأفراد في الطاقم الفني. إلى اللقاء.